خلاص قاعدين احنا عادي بدهم يجهزوا فطور نفطر هنا، الناس راحت تخبز وناس قاعده مثل البنات قاعدات كان بامان الله. ما ادري ان القصف دب دب ثلاث ضربه وهنا وضربه هنا وضربه هنا. اول جيت خشيت على الغرفه الحق اشوف ليش البنات، لقيت البنات الثنتين، واحد استشهد راسه رايح، والبنت الثانيه مصاب في رجلها الله يستر رجلها الثانيه. والبنت الصغيره الطفله برضه في قضيه في رجلها، وفي بنت على الباب تلعب منهم قاعده تلعب على الباب برضه في قضيه اجت في رجلها، يعني بس البنات اللي بقوا قاعدين. اطفال بنات لا في اسلام ولا شباب. واللي صار هاي شايف هاي الوضع، يعني البنت ايش بتعمل؟ قاعده بتسلوا بيلعبوا مع بعض، وقبل فتره برضه اخوها استشهد كمان، برضه استهدف اخوها الصغير كمان طفل عند الدار. وهم طالعين من الدار شاردين من دورنا قصف الدار استشهدت اخوها وعمتها الكبيره. وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ ما كنت وياك الا صارت ثلاث دبات، ما كنت تشوفها صارت الخط وصارت فيها حبيت فيا والله صارت فيها حبيت فيا. وين بدنا نروح؟ الملاجئ قصفتوها، وادي غزة اللي بطلع وادي غزة اللي قصفوها في الشوارع. أنا شايفة صارت زي كنت ترى كل بموت على بجانب. أنت صارت الملاجئ تنقصف يا عم، والله حرام اللي بيصير. بتطلع وادي غزة بقصفوها، نمسك الكتيل بنروح نجي تبدأ تقصفوا لغات. وين الأمم المتحدة هذا الموضوع؟ عمر الملاجئ بكل الحروب انقصفت. حسبي الله ونعم الوكيل. هناك اللي صار فيهم استشهد وصار. حسبي الله عليك حصان العرب، حسبي الله عليك حصان العرب.